يوم تاريخي هزمنا فيه المطاريد وضربناهم بقبضة من حديد. خلاص فرفشوا، ما عدتوش تدفعوا الأتاوة تاني الحمدان ورجالته، لأنكم من النهاردة في حمى الكبير. الكبير 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 الكبير. الأتاوة دي هتبقوا تدفعوها لي يعني، بس بزيادة طفيفة قد كده، 50%. كيف يا كبير؟ طب احنا كنا بندفع 50 جنيه للبطاريه، وكلامك معناه تقول لي هندفع 75 جنيه. انا ما قصديش يا كبير، خلاص مش هتكلم تاني. المهم هتروح من ربنا فين؟ عقلك في راسك هتعرف خلاصك، هتسمع الكلام هحطك في حباب عيني، هتعارض هيكون مصيرك زي الكلب اللي لسه مفرقنا دلوقك. يا فزاع امري جنابك. كيف ما امرت جنابك؟ الغنايم كلها راحت على المخزن، والاسره بياخدوا الطريحه برا، ما بقيش منهم غير العيله الصغيره دي، هنودوها فين يا كبير؟ هي الجاموسه اللي كانت عسر، مش ولدت؟ ايوه يا كبير. حطوا العيله دي تحت منيها ترضع، يلا ربنا يتولاها. امر جنابك. ايه احنا سوين لعم تنوح كيف البوم دي؟ يكونش ثانويه امي النهارده؟ الله يرحمها ويحسن اليها. انما احنا فين وثانويه الحجه فين؟ ايه يا ولية امشي برا. اهدى فيه. طب يلا يا بقر التوهين. عاوز تضربني يا الجويستيك؟ الجويستيك يا هديه. ليه؟ وانا عملت ايه طيب؟ انا مش قلت لك 100 مرة ما تمديش يدك على البلاي ستيشن؟ من ساعة ما قفشتك وانت بتلعب بمصارعة حرة؟ ومالها المصارعة الحرة؟ مالها؟ الرجالة فيها كيف التيران طول بعرض، وما سترينش نفسيهم الا باندرات بفتة. طب ما انت بتلعب بيهم. لا انا بلعب بالانترتيكر، ده راجل محترم وما يقلعش خلقات تواصل. بعدين انت مالك، انت مالك جيمز يا حرمة. يا سلام، بأمارة السوبر ماريو؟ مش أنا اللي معديها لك الوحش بتاع الليفل اللي فات؟ أبو زعنوفة؟ لا، أبو 4 دراعات. قعد افتت وتنيل على عينك. ألا قولي لي صح، إيه هنا سوين اللي عم تنوح كيف البوم ده؟ واه، نسيت أقول لك يا كبير، الدكتور لسه ماشي من عند أبوك دلوق، وبيقول إن حالته صعبة قوي وعلق له محلول، وأبوك كل اللي على لسانه الكبير فين الكبير فين الكبير فين؟ وكل ده وساكتة يا بقرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قرف في قرفك، تبكي ليه يا رجل انت؟ الكبير قوي. ماله؟ بيطلع في الروح. تقولها في وشك ده؟ ملف السعد غور من وشي. هو عاكد حسبا علي. حسبي الله ونعم الوكيل. ابوي 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 فيه يا ولدي؟ هتموتني بعد الشر عليك يا ابوي. الحقني يا ولدي الحقني، روحي بتنسلت مني. ما تقولش كده، في سر كاتم على صدري كيف الحجر الكبير ولازم ازيحه. زيحه يا ابوي؟ الحجر ده كبير قوي كيف حجرة الاهرامات. زيحه يا ابوي، انا معاك. مش حتقدر يا ولدي، ده تقيل قوي. خلص يا ابوي وزيحه. ابوي 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 ولدي، خلعتني يا ابوي، كده حموت قبليك. اسمع الحكايه دي زين يا ولدي، وانا شاب قدك كده كنت شقي حبتين
وكنت خاربها لدرجة اني كنت بندل مصر كل جمعة عشان اقضي الويك. You have to know one thing. احنا جوازنا لا يمكن يدوم اكتر من 9 شهور. انا بحس وبعمل اختبارات على جميع انواع الجينات لدرجة ان انا عندي بيبيز في جميع انحاء العالم. بس انا هموت واجرب الطفل السعيد الامريكاني. احنا ممكن نعمل عملية ميرج. انا لسه حالك كنت هفتحك في الموضوع ده. انا هموت واعمل عملية ميرج وساعتها هنوصل للسوبر بيبي اللي ما حصلش قبل كده. بس بقول لك ايه، انا هاخد البيبي ده معايا وانا مسافرة. ديل؟ ديل يا بيبي. هلا بالحق، وانت اسمك ايه؟ سامانتا. سامانتا فوكس. وانا الكبير قوي. وكنت انا النتيجة يا ابوي. يا ولدي سيبني اكمل يا ولدي، هموت منيك. كمل يا ابوي. الحقيقة يا ولدي ان الولية الامريكانية دي تبقى امك صح، وامك دي خلفت من طوب الارض وما كانش ناقصها للواد الامريكاني الصعيدي ده. وانا وبلا فخر اللي عملتك ده. ارتحت يا ابوي، شلت الحجر من على صدرك وحطيت على صدري انا. انا امي خلفت من طوب الارض، وانا اللي كنت فاكر ان الطاهرة دي محدش شافها ولا حتى انا. يطلع العالم كله شافها. يا ولدي دي مش امك، دي مخدة وانا ملبسها اسود. امك الحقيقية بوه. يا وقع مربربة. اسمعني عاد يا ولدي، الحكاية لساتها ما خلصتش. الحجر حيموتني يا ولدي. محروق الحجر. عندنا كلها كده، اول يوم المأذون، ثاني يوم الدايق. وبعدين يا بيبي انا عارف انك مستعجل وعايزه تعودي بلدكم بسرعه. وجيت انا للدنيا ويا ريتني ما جيت. لا ما جيتش لحالك. كيف جيت؟ اتنين في بطن واحده. يعني ايه اتنين؟ يعني التوينز يا ولدي. Twins in 2 days. لا يا عمده، احنا ما اتفقناش على كده. I need only one baby. خلاص خد انت الواد الاصفر ده، وانا هاخد الواد العكر ده يمشي معايا في البلد. ياخد عليه وشنباته. بس كيف انت تشي يا بيبي؟ شفت اخترتك كيف يا ولدي وسبت اخوك لما تاخده وتسافر. محروق اخوي على امه الامريكانيه على كل الكليله. ما كانش لازم تحكي لي الحكايه دي. واصل يا ابوي. كان لازم احكي لك عشان اكمل واقول لك على اخر حاجه. انا خلاص يا ولدي بموت، وعشان ارضي ضميري قدام ربنا شديت لاخوك في امريكا SMS وبعت له رساله على الفيسبوك عشان ياجي وياخذ نصيبه بشرع الله وحقه في كل شيء. حقه؟ الواد ده ملهوش حق هنا، ولو عدت بالمزاريط حقتله. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مرن يا مرن، اهدي بالدويمات اهدي بالدويمات. يا أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية.
صدق الله العظيم. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you.